السلام عليكم. بقرار من وزير الأشغال العمومية والبنى التحتية إذن الجديد يتم حاليا العودة إلى مشروع طريق سيار الرابط بين ميناء جنجن وطريق سيار الشرق غرب على مستوى مدينة العلمة. إذن هذا الطريق الذي يبلغ طوله 110 كيلومترات، يعني عودة الحياة إليه وعودة انطلاق الأشغال بعد تأخرات يعني متعددة ومشاكل متعددة. إذن تم الاتفاق مع المتعاملين الشركات المنجزة، وهي شركة جزائرية سابطة والشركة إيطالية وكذلك شركة تركية. كل الشركات سوف تنطلق في الإشغال بعد ما تم التوصل إلى برنامج أشغال واتفاق بينهم إذن لعودة الأشغال تحت إشراف الوكالة الوطنية للطرقات السريعة الأدا اللي سوف تشرف على هذه الأشغال بممثلة في ذلك الدولة في هذا المشروع. إن شاء الله الأشغال هذه نتاع المشروع هذا الهام جدا، لأنه سوف يوصل ميناء جنجن واحد من أكبر ولا ثاني أكبر من ميناء في الجزائر، وسوف يصبح أكبر ميناء في الجزائر بعد عملية التوسيعات اللي راهي فيه. إذن سوف يوصل هذا الميناء إلى طريق سيار الشرق غرب، ونعرف المركبات الموجودة والمصانع الموجودة، مركب الجزائر القطري في بلارة والمصانع نتاع يعني كان فيه مصنع الزيوت اللي راح تقرب الانتهاء منه في افاق تاع استثمارات كبيره، لابد من انتهاء من هذا المشروع الهام جدا واللي سوف يغير الى الابد الوجه نتاع الطبيعه في المنطقه ويزيدها جمالا، خاصه وان فيه جسر كبير عملاق يمر فوق ستة باللوط. إذن إن شاء الله كل هذه الأشغال تاع الجسر وتاع الطريق تنتهي في أجلها تاع 36 شهر التي تقررت. إذن بدون إطالة نخليكم تابعوا هذا التقرير في الموضوع، والسلام عليكم. الطريق السيار جنجن العلمة من أهم البنى التحتية بالجزائر، سيساهم حال انتهائه من تنشيط الحركية التنموية بالمنطقة، مشروع يعد ذات أولوية بالنسبة لساكنة ولاية جيجل. هذا الطريق بالنسبة لنا كسكان ولاية جيجل راح يكون مليح، وراح يساعدنا بزاف كمواطنين، وراح يفتح الحركية. أتمنى يخلصوا لنا طريق السيار في أقرب وقت، لا لأنه من أولويات نتاع الولاية. نتأسفوا كثير لتعطل المشروع، وهذا المشروع يفيدنا كامل ويفيد الوطن ويفيد الولاية بصفة خاصة والوطن بصفة عامة. نتمنى إن شاء الله ينطلق في أقرب الأجل. إنجاز هذا المشروع التنموي الهام سيعرف إعادة بعث من جديد بعد ضبط مخطط الأشغال الخاصة بهذا المكسب الحيوي. نعلن اليوم على استئناف الأشغال، وهذا بعد ضبط مخطط الأشغال مع المجمع الجزائري الإيطالي التركي. أسدينا تعليمات للجزائرية لطرق السيارة لإلزام شركات المجمع على توفير كل وسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل تسليم المشروع في أجله وبالجودة المشروطة. المشاكل الإدارية يعني انتهينا منها تقريبا، يعني اليوم نظهر على بعثة جديدة للمشروع. النسبة المئوية حاليا راهي 47%. هي مشاريع ينتظر منها أن تلعب دورا هاما في دفع الحركية السياحية والاقتصادية بالولاية وتسهيل نقل البضائع والسلع من وإلى ميناء جنجن.